والآن استعراض للحالة الجوية وأخبار الطقس مرة ثالثة وأخيرة مع فاطمة خليل، تفضل. شكرا إلهام، شكرا محمد، وأهلا بكم مشاهدينا. وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ نهارا على القارة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء. وفي مآلي بيان بدرجات الحرارة متوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 23 الصورة 12، الإسكندرية 21 12، مطروح 20 12، بورسعيد 21 14، إسماعيلية 24 13، وجوها معتدل. بالنسبة للسويس 23-13، العريش 22-14، طابة 23-16، شرم الشيخ 26-17، الغردقة 27-14، وجوها أيضا معتدل. بالنسبة للأقصر 30-12، أسوان 30-15، الوادي الجديد 30-10، شلاتين 27-18، حلايب 25-17، وجوها أيضا معتدل. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.